يعني خليني اتكلم معاك عن الاول طبعا كواليس المسلسل كانت عامله ازاي. دايما بيقولوا المسلسل لما تبقى كواليسه حلوه بيطلع مسلسل حلو في الاخر، احكي لنا عن الكواليس. والله كواليس العمل ده مختلفه شويتين. هي ابتدت بجو لطيف جدا ومليان موده وناس حابه العمل وعايزه تقدم فيه كل المجهود وكل التركيز. وفضلنا كده فتره زمنيه كويسه يعني لغايه شهر نوفمبر، لغايه ما حصل الحادث بتاع وفاه استاذ طارق عبد العزيز واحنا بنشتغل. الله يرحمه ورحمة الله عليه. الله يرحمه ويحسن إليه. فطبعا ده بسبب الألفة والمودة اللي كانت موجودة، ده أثر بالتبعية على كل الناس اللي كانوا موجودين. اضطرينا نقف شوية ونحاول. احنا معانا طبعا صورته وربنا يرحمه يا رب. هو توفى في اللوكيشن وهو بيشتغل. يعني دي هو بيقدم آخر لحظة في عمره بيشتغل. هو توفى ما بين تيك وتيك، يعني هو صور تيك في المشهد اللي توفى فيه، وبعدين كان عندي حاجة كده كنت عايزه يزودها فبنتكلم فيها، واحنا بنتكلم كان صحيح تماما. وبعدين أظن الحكاية كلها خلصت في حوالي دقيقة واحدة. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله. فطبعا ده وقفنا شويتين، بس بطبيعة الحال عندنا التزام وعندنا عمل محتاجين لازم طبعا نعمله. استقرينا على انه مش هنلغي دور طارق، لكن هنعمل شخصية مساعدة ليه بحيث تقدر تستلم منه الدراما. وكملنا، و يعني كلنا ساعدنا بعض ان احنا نحاول نخلص ده بافضل صوره ممكنه. ده كان الفنان ادوارد اللي كمل. مظبوط.